حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون عن المعجب السري اللي بيتجسس عليك وبيراقبك في السر. هنشوف مواصفاته، هنشوف طاقته دلوقتي، والشخص ده شغال ايه وشكله، والشخص ده قديم ولا جديد، وكمان نصايح نشوف الشخص ده، او رسائل. يا نصايح يا رسائل، يعني الكلام اللي هيطلع هنقوله. الشخص ده هيقرب منك ولا لأ، وتقربه ليك ازاي. هتبقى بأول حرف من اسمك انت او باختيار الأحجار. طيب، الحجر الأول او مجموعة رقم واحد، لونه اورنج كده. دي قوقعة مجموعة رقم اتنين، ومجموعة رقم ثلاثة. أو باختيار أول حرف من اسمك أنت. قدامكم أهي الأحجار، ودي أول مجموعة. ركزوا طاقتكم، خدوا نفس واهدوا، وأول ما عينك تيجي على حجر يكون هو ده اللي جذبك، أو هو ده اللي طاقته موجودة معاك. طيب، لو انتوا اول مره تشوفوني، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعرفوني على نفسكم وتقولوا لي انتوا منين. ولو عاوزين قراءه مدفوعه اتواصلوا معايا على رقمي، رقم الواتساب بسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. طيب، نبتدي بقى باول مجموعه ونشوف. الاورنج دي قلت اغير في المره، قلت اغير في الفيديو يعني عن المرات اللي فاتت. بدل ما نبتدي بطاقته او نبتدي بمواصفاته الشخصية، نبتدي على طول نشوف شكله الشخص ده شغال ايه. مجموعة رقم واحد، شكل الشخص ده ايه. مجموعة رقم واحد، شكل الشخص ده ايه اللي بيتجسس عليهم وبيراقبهم في السر. طيب، في ورقتين ورقة هسيبهم. طيب، عايزين نشوف الشخص ده شغال في مجال ايه او مستواه المادي ايه. اللي هيطلع هنقول. طيب، عايزين نشوف شكله ايه. طيب، هو بالنسبة لو بنت او ولد، فالشخص ده رفيع مش تخين، يعني جسمه متوسط مايل للرفع. تمام. كمان لو بنت هتبقى شعرها ممكن يبقى كيرلي شوية، ولو ولد كمان. ولو بنت هتبقى قصيرة، لو ولد هيبقى متوسط. طيب، سوري يا جماعة الفيديو فصل. كنا بنقول ايه؟ بنقول ان لو ولد هيبقى متوسط الطول ورفيع مش تخين، ولو بنت هتبقى قصيرة ورفيعة مش تخينة. بالنسبة للشعر انا شايفة اسود وممكن يبقى بني كمان. شعر يا اسود يا بني. ممكن يكون كمان بيحب الحيوانات، او بيربي كمان حيوانات في بيته يعني معاه، او هو من الناس اللي بتحب الحيوانات. شكله ايه كمان؟ ممكن يكون فالشخص ده ممكن يكون عينيه واسعة، عينيه حلوة، ممكن كمان يكون بيلبس نظارة. طيب، نشوف بقى الشخص ده شغال ايه. واول حاجة طلعت ممكن يكون الشخص ده شغال حاجة ليها علاقة بالبحر او بالسفن، او بيسافر عبر البحر يعني، او بيعدي على، او في بينكم وبين بعض بحور يعني، هو بعيد عنكم في المسافة. طيب، ممكن يكون شغال ايه كمان؟ وعامة شغله ممكن يكون بيعرضه لضغط نفسي او بيخليه عصبي شوية. نشوف اكتر ممكن يكون الشخص ده شغال ايه. مجموعة رقم واحد،
ممكن يكون الشخص ده شغال ايه؟ ممكن يكون الشخص ده شغال دكتور مثلا، ممكن يكون شغال دكتور او شغال مثلا خدمة عملاء، او شغال مبيعات، او ليه بيزنس خاص بيه، يعني ليه شركة خاصة بيه، بس عامة هو شغله بيعرضه لضغط وتوتر وقلق شديد. نشوف اكتر، ممكن يكون شغال في الأعمال اليدوية، بيشتغل بإيده أو بيشتغل حرفة. يعني في مجموعة منكم أو طاقة منكم، الشخص ده ممكن يكون شغال في حرفة هو متعلمها. طيب، أو مسافر زي ما قلت لكم برضو، طلع تاني، أو شغله بيكون ليه علاقة بالاحتفالات. طيب، ده بالنسبة للشخص ده شغال إيه. انا شايفه مستواه المادي متوسط، يعني مش كويس قوي ومش وحش قوي. طيب، احنا كده شفنا مواصفاته الشكلية وشفنا عمله. طيب، عايزين بقى نشوف طاقته في الفترة الحالية في الوضع الحالي ومواصفاته الشخصية. طاقته في الفترة الحالية، مواصفاته الشخصية أو طباعه. طيب، هنشوف طاقته. ده هو في طاقة تركيز على حاجة معينة عاوز يبتدي فيها بداية بسرعة. يمكن نفسه انه يرتبط، او نفسه انه يخش علاقة، او نفسه انه هو يعيش حياته. يمكن الشخص ده عملي شوية ومش بيفكر في العاطفة، يمكن بيفكر في شغله اكتر، فهو دلوقتي يمكن باصص او هدفه دلوقتي ان هو يخش في علاقة بسرعة، لان ده معناه ان هو كده عاوز يبقى في علاقة سريعا، يعني او ان هو يعيش حياته او يعيش سنه. صحيح، في شكله انا نسيت اقول لكم حاجة برضو، ان هو ممكن يكون شكله باين عليه اكبر من سنه. تمام، فهو دلوقتي في طاقة ايه؟ يمكن هو في طاقة تهور شوية، حتى لو هو مش شخصية متهورة، ولكن هو دلوقتي في طاقة تهور شوية، عاوز يبتدي علاقة. تمام، دي في طاقته. طيب، شخصيته ايه؟ شخصية زي ما قلت لكم عملية بحتة، يعني كل حياته شغل. من الناس اللي ما بتنساش ماضيها خالص، الحلو والوحش ما بينساهوش وبيفضل يفكر فيه. يمكن اللي بيعوقه مستقبله تفكيره في الماضي، بيفكر في كل حاجة حصلت له في ماضيه، ويمكن يقعد يعني هو دلوقتي مثلا قاعد مع نفسه كده، و مش ما فيش حاجة يعملها او ما فيش حاجة شغلة تفكيره، ممكن هو يقعد يفكر في ماضيه وهو عمل ايه وحش، او هو عمل ايه وجراله ايه من ماضيه، او مثلا لو دخل في علاقة وحصل حاجة في العلاقة دي يقعد يفكر ايه اللي حصل له ويقعد ينكد على نفسه. يعني هو من الاشخاص دي، يمكن دراما كوين شوية، بيفكر في ماضيه جدا، بيحب اسرته، بيحب بيته جدا، بيحب اهله، بيحب الاطفال، وزي ما قلت لكم برضو بيحب الحيوانات. شخص عنده قيم وعنده مبادئ. يمكن هو طول حياته لوحده، او هو منعزل عن الناس يعني، او بيحب يبقى في هدوء، يعني شخص بيحب الهدوء. يمكن في طاقته دي غريبة شوية، ان هو عايز يبقى في طاقة في اكشن في حياته ويخش في علاقة بتهور، يعني لان هو يمكن بقاله كتير في الحالة دي، او هي شخصيته اصلا كده.
كمان ممكن يكون من الأشخاص القريبة جدا من ربنا، يعني متعبد بدرجة كبيرة، أو بعيد جدا، يعني مفيش حاجة في النص، يا قريب جدا يا بعيد قوي. تمام. شخص طموح بيحب إنه يبص لمستقبله ويبنيه بالنسبة لشغله، لكن بالنسبة لعلاقاته لا، يعني ده كل ده في شغله، لكن في علاقاته هو بيقعد يفكر في اللي حصل له، ممكن لو هو دخل علاقة يحصل فيه ايه، ويقعد قلقان. هو بيخاف جدا من العلاقات، الشخص ده قلق من العلاقات، لكن في الشغل هو بيخش بقلب جامد، دايما باصص لمستقبله وباصص لوضعه المادي. يمكن هو مستواه متوسط، لكن هو بيأمل ان هو يكون في مستوى كويس. طيب، حلو قوي. شخص لما تتكلم معاه تحس بالكلام الموزون اللي طالع فعلا في الموقف الصح، يعني مش بيتكلم، يعني مش بيفتح بقه كده يتكلم في اي كلام او اي حاجة يقولها، لا بيتكلم لما يكون الموقف بيحتم عليه ان هو يتكلم، يعني مش من الناس اللي بتقعد تتكلم على طول، لا يعني ما بيخشش في حاجات ما تخصوش، لا لما يكون المفروض ان هو هيتكلم بيتكلم، وكلام موزون جدا، من الاشخاص اللي بتعرف تتكلم كلام موزون جدا. كمان هو شخصية متفائلة ومنفتحة على الحياة، وبرضه دي بتقول لي او بتأكد لي ان هو شخص مركز على اهدافه، وشخص متكتم في مشاعره. كمان دي برضه ممكن يكون الشخص ده توأم شعوريتك، على فكرة لو انت تعرف شخص بالصفات دي فممكن يكون الشخص ده توأم شعوريتك. طيب، برضو قلق، متوتر، هو دايما باصص لمستقبله بس خايف منه، يعني من الناس اللي تبقى خايفة برضو من مستقبلها، يمكن عشان كده بيقرر ان هو يبني مستقبله، علشان مستقبله المادي، علشان المادة بالنسبة له بتمثل له الأمان في حياته. تمام. واو، ده شخص حلو جدا. يعني زي ما قلت لك هنا، هو شخص متعبد جدا او العكس، بس برضو طالع هنا ان الشخص ده قريب من ربنا، و بيعرف الاشخاص من اول ما يتكلم معاهم او اول ما يبص لهم، عنده الحاسة دي، يعني شخص عنده حاسة ان هو يعرف الاشخاص اللي حواليه. تمام. كمان الشخص ده بيحب البيت والأسرة زي ما قلتلكم، وبيحب الجو اللي فيه أمان. الشخص ده بيخاف جدا من عدم الأمان، يمكن اللي مخليه مش في علاقة لحد دلوقتي ان هو مش حاسس بالأمان، اللي بيخليني اقول ان هو مش في علاقة، لان الكارت ده طلع هو دلوقتي سنجل بس بيدور على الارتباط. طيب، في هنا ابراج ايه طلعت؟ في برج الأسد وبرج السرطان والعذراء والقوس. بشوف ده برج الثور كمان. طيب، هنشوف بقى الشخص ده قديم ولا جديد، ونصايح او رسائل ليك. هنشوف الشخص ده هيقرب منك ولا لا، وممكن نصايح انت تعمل ايه عشان الشخص ده يقرب، او انت تعرفه على الاقل، شوف سواء انت عاوزه ولا لا. شوف الشخص ده حد قديم ولا حد جديد كليا، وانت مش متعرفوش خالص، ونصايح. شوف طلع ايه.
طيب بالنسبة ده حد جديد ولا حد قديم؟ معنى قديم ان الشخص ده انت تعرفه، يعني الشخص ده في حياتك، فانا شايفة ان الشخص ده اوريدي ايوه انت تعرفه وده حد قديم، والحد ده انت معجب بيه بقالك فترة وحاسس ان انت مش في دماغه وان هو ما بيقدمش اي خطوة تجاهك، بقالك كتير في حالة من الركود مع هذا الشخص. كمان انا شايفة الطاقة منكم ممكن يكون الشخص ده اتكلمتوا شوية مع بعض وحسيت ان هو بيضحك عليك في حاجة او قالك حاجة عكس شخصيته او قالك حاجة عكس حياته عامة، دي الطاقة منكم برضو، لان انا شايفة هنا خداع، انت حسيت ان الشخص ده خدعك في حاجة، بس بالرغم ان انت بقالك كتير مستني الشخص ده ياخد خطوة، وبالرغم ان الطاقة منكم حاسين ان في خداع حصل في العلاقة دي او مش في علاقة، ان الشخص ده اتكلم معاك في حاجة وضحك عليك فيها، الا ان في اتراكشن في العلاقة دي، في انجذاب منك وفي انجذاب منه، لان ده الشخص اللي بيتجسس عليك في السر وبيراقبك، فالشخص اللي انت بقالك كتير مستنيه هو نفس الشخص اللي بيتجسس عليك وبيراقبك. طيب الرسالة دي ليه؟ ان ما يخليش الماضي يعوق مستقبله، زي ما قلت لك هو بيفكر في ماضيه بالنسبة للعاطفة وخايف من الارتباط مجددا. طيب بيقول له كمان it's time to take action، انا قلت لك في طاقته ان في اكشن هيحصل، في حاجة هتحصل في طاقته. طيب دي كمان ممكن تكون ليك وليه، ان انت لازم تعمل على مخاوفك، الحاجة اللي انت خايف منها او خايف تقرب منها لا خش فيه، وكمان ممكن يكون هو خايف انه يقرب عليك، وممكن يكون الرسالة ليكم انتوا الاتنين، هو خايف يقرب عليك وانت خايف تقرب عليه. طيب دي بالنسبة للنصايح او الرسائل اللي طلعت لك، ولكن الشخص ده هيقرب ولا لا، انا شايفة ان it's time to take action، ان هو هياخد خطوة، في اكشن هيحصل، وبالرغم ان انت يئست من الشخص ده الا ان في برضه اتراكشن ما بينكم. طيب احنا كده خلصنا مجموعة رقم 1، خش في مجموعة رقم 2 والحجر، لا مش الحجر ده اسمه قوقعة، ودي الحروف بتاعت اسمك انت، اول حرف من اسمك انت. نخش على مجموعة رقم 2 ونبتدي برضو بمواصفاته الشكلية والشخص ده شغال ايه او مستواه المادي ايه، زي مجموعة رقم 1 من باب التجديد يعني. طيب مواصفاته الشكلية، سمن شكله على طول تعرفه لو انت عارفه. طيب نشوف كمان عمله، الشخص ده شغال ايه وكمان مستوى المادي ايه. الشخص ده كريم على فكرة، يعني الورق بينزل في ايدي مرتين من قبل ما اشوف الكروت، باين جدا ان الشخص ده كريم. طيب ده حلو قوي قوي قوي، ده ايه الجمال ده، مجموعة رقم 2، شكله حلو. طيب بالنسبة لو بنت فشعرها اسود، بالنسبة لو ولد شعره اسود او بني، او الاتنين شعرهم ناعم مش شعر كيرلي مثلا، او يعني شعر ستريت كده عادي مش كيرلي. طيب الشخص ده لو راجل فهو يعني جذاب جدا جدا جدا، عيونه حلوين وملامح وشه اصلا جذابة قوي، وجسمه متوسط الطول ومتوسط التخن، يعني التخن او الرفع هو متوسط يعني في الحجم، ولا تخين ولا رفيع، يعني هو زي ما بتقولوا كده هو مثال للجسم الصح، يمكن يكون بيلعب جيم او بيلعب او بيجري مثلا، بيعمل رياضة، او هو مثلا بيحب رياضة معينة بيمارسها، ممكن يكون بيركب خيل. تمام. ايه كمان، ولو بنت برضو فهي امورة جدا وجذابة، يعني مجموعة رقم 2 الشخص ده جذاب، لو بنت فهي جسمها
بيرفكت، ولو ولد برضو او شاب فهو جسمه بيرفكت، يعني حاجة صح. طيب ايه كمان؟ لون الشخص ده قمحي، والبنت برضو لونها قمحوية. ممكن يكون بيلبس كاب، بيلبس ساعة، بيلبس حاجة في ايده، يعني ساعة او اي حاجة. انا كنت بقول حظاظة، وكان في ناس بتسألني يعني ايه حظاظة. حظاظة يعني زي اسورة او حاجة زي بتتلبس في الايد يعني للرجالة. لبسه انيق جدا، بيعرف يختار لبسه، شيك جدا، وبيلبس حاجة على راسه، كاب او حاجة. ولو بنت برضه فهي شيك جدا، يعني ما شاء الله. بالنسبة للمجموعة رقم 2 هو شكل الشخص ده امور. طيب نشوف بقى الشخص ده شغال ايه. طيب هو اول حاجة هو الكينج طالع، ممكن يكون شغال في شغل خاص بيه، وهو الكينج، هو الكبير، يعني هو صاحب المكان، هو اللي بيرقص مش مرقوص. تمام. ممكن يكون شغال حاجة ليها علاقة بالسفر، بيسافر بره يعني، او بيلف حوالين العالم. كمان شغله مقلق شوية، فيه قلق، بيبقى في حالة ضغط وقلق. ممكن كمان يكون ده قائد، ده قائد يعني هو اللي بيقود العربة. فممكن يكون الشخص ده قائد، يا بيقود شركة زي ما قلت لكم، او هو قائد جيش او شرطة او حاجة ليها علاقة بالقيادة يعني. تمام. ممكن يكون شغال ايه كمان؟ ممكن يكون شغال حاجة تبع الزرع، تبع مش عارفة بقى ده بيسموه مهندس زراعي مثلا. ممكن يكون شغال حاجة ليها علاقة بالتواصل، خدمة عملاء أو مبيعات. ممكن يكون شغال فنان ليه علاقة بالرسم، أو ليه علاقة بأي مهنة تتطلب الفن، الإبداع. بس على فكرة شغله ده تعبه وخنقه وخليه في قلق وخليه في توتر، و يمكن كمان مش بينام. ممكن يكون شغله بيتطلب منه ان هو يفضل سهران، مش عارف ينام. الشخص ده كريم زي ما قلت. بصوا انا استاهل لايك على فكرة بقى. زي ما قلت لكم في اول القراءة، الشخص ده كريم، هو فعلا كريم، وكمان اللي معاه مش ليه. طيب ممكن يكون شغال ايه كمان؟ الكارت ده بيوحي لي انه ممكن يكون شغال حاجة، ممكن يكون شغله بيتطلب منه مخاطرة، بيبقى في خطر. زي ما قلت لكم ممكن يكون ضابط الشخص ده. بصوا الكارت بيوحي لي، او ما تبص له كده، انه بيحط نفسه في خطر، او هو شغله بيتطلب منه انه يكون في خطر. تمام. كده انا قلت لكم شغل كتير قوي يعني. طيب نشوف بقى اللي بعد كده. هنا في ممكن يكون الشخص ده من برج السرطان او انت، او من برج الحمل، او من برج الاسد، يعني طاقة نارية ومائية. طيب نخش بقى على بعد كده ونشوف طاقة الشخص ده ايه، ومواصفاته الشخصية، طباعه. في الفترة الحالية لربما يكون الشخص ده قريب منك، وانت مش عارف ان هو بيتجسس عليك وبيراقبك. بعد الفيديو ده بقى هتعرف ان الشخص ده بيتجسس عليك. طيب نشوف كمان مواصفاته او طباعه ايه. بص قلتلكم كريم. طاقة شغل، يعني هو دلوقتي في طاقة شغل.
وطاقة دعاء، بيدعي ربنا بحاجة نفسه ربنا يستجيب ليها. ممكن كمان يكون في طاقة مسؤولية، يعني هو دلوقتي محطوط في مسؤولية، بيصرف على أهله، بيصرف على حد محتاجه، يعني هو دلوقتي في طاقة مسؤولية. ممكن يكون مسؤولية في الشغل، لأن أنا برضو هنا شايفاه في طاقة شغل وفي طاقة تحقيق أهداف ودعاء، ده في طاقته الحالية. طيب شخصية بقى الشخص ده ايه؟ ده شخصيته منهارة، شخصيته منهارة خالص، ما يدلش خالص على شكله ولا شغله ولا الكلام من ده. يعني سبحان الله. طيب نبتدي بأول كارت تين اوف وونز، ده معناه كارت المسؤولية، كارت الأحمال، كارت التعب النفسي. هو محمل نفسه فوق طاقته، هو مش قادر يشيل الحمل اللي هو عليه. كمان كارت ذا تاور، الشخص ده منهار، شخصيته منهارة. يمكن مش طالع طباعه ايه مع الناس، او هو بيتصرف ازاي مع الناس، لان هو شخصيته منهارة. يعني شخصيته في حالة من الضياع. الشخص ده تعبان قوي 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 قوي، يعني سبحان الله. طيب كمان كارت الايس اوف كابس، بيحب البدايات الحلوة، بيحب البدايات الجديدة اللي فيها حب، أو اللي بيجذبوا الحب أو الاحتواء أو الحنان. الشخص ده اللي بيجذبوا الحب والاحتواء والحنان. كمان هو بالرغم من ان هو شخصيته تعبانة من جواه ومنعزل، لكنه برضه مهتم بنفسه ومهتم بشياكته. زي ما قلت لك الشخص ده شيك قوي. طيب الشخص ده عامل قيود، الشخص عامل قيود على نفسه شديدة جدا جدا جدا، ساجن نفسه جوه نفسه. دايما الشخص ده بيفكر انه ضحية، طول الوقت بيفكر انه ضحية، بيفكر في ماضيه دايما برضه، ومش عارف يعيش حياته، ومش عارف يمشي ويشوف مستقبله. بصوا برضو زي ما انتم شايفين هنا في حاجة على عينيه، او في حاجة مكتفاه. بصوا هو مكتف نفسه بنفسه، هو اللي حاطط الحاجة دي على عينه، مش عارف يشوف ليه، لانه ساجن نفسه في الماضي، مش عارف يعيش حياته. انتم شايفين كده في حاجة على عينه ومكتف نفسه بنفسه. لو شال اللي على عينه ده هيعرف يحل مشاكله، هيعرف يحل اللي هو فيه، ولازم يتخلى عن بعض معتقداته الخاطئة عشان يشوف قدامه الحاجات الصح، لأن الشخص ده مش شايف أي حاجة صح. يمكن حدثه بيشوف اللي هو مش قادر يشوفه بعينه، عنده حدث قوي جدا، ولكن هو اللي عامل في نفسه كده بسبب ماضي. الشخص ده تعرض لماضي صعب جدا 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 جدا. طيب من شخصيته كمان يمكن متهور بعض الشيء، ويمكن متردد بعض الشيء. كمان الشخص ده طموح، بيبص لمستقبله، ممكن يكون بيفتخر بالحاجات ومش هو اللي عاملها، يعني ممكن يفتخر بحاجات مش هو اللي عاملها، دي برضو من شخصيته. طيب نشوف لكم اكتر برضو عن شخصيته. طموح جدا، رومانسي، رومانسي جدا جدا جدا. من الناس بقى اللي هي بتعرف يعني ايه رومانسية، بس يمكن اللي هو فيه ده هو اللي مخليه مش عارف يطلع اللي جواه. ده من اكتر الناس اللي تعرف يعني ايه فعلا رومانسية، يعني ايه كلام حلو، يعني ايه افعال حلوة، يعني ايه مثلا يفتح العربية لو انت بنت، يفتح لك العربية، يعاملك يعني زي معاملة كده نجوم السينما. هو شخص جميل قوي. طيب برضو طالع لي ان الشخص ده قلوق 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 جدا 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 ومتردد، بيحب جدا الاسره، بيحب جو الاسري وجو السعاده الاسريه والبيت والاطفال عامه، هو بيعشق الحاجات دي. طيب انا كده عرفتكم عن صفاته او طباعه. ممكن يكون الشخص ده من برج السرطان، وممكن يكون من برج الميزان او العقرب، او العقرب تاني. طيب نشوف بقى الشخص ده تعرفه قديم ولا جديد، ونصايح ليك او رسايل ليك وليه برضه، او طلع او حاجة هو محتاجها ممكن انت تساعده لو انت تعرفه.
طيب الشخص ده قديم ولا جديد؟ ونصايح. أو رسائل لا يطلع. طيب هل الشخص ده قديم ولا جديد؟ في لطاقة منكم الشخص ده قديم وانت تعرفه، قديم وانت تعرفه ده وده، او الشخص ده جديد عنك كليا وانت متعرفهوش. طبعا انت تشوف بقية الصفات اللي انا قلتها وتشوف اذا كان الشخص ده انت تعرفه فعلا ولا متعرفوش. ولو انت عارفه، عارف ان الشخص ده قلوق وشوية بحال، كل شوية بحال ومتردد يمكن شوية، أو تعبان نفسيا في حياته، ده لو انت عارفه. لو انت مش عارفه فالشخص ده طموح، هو في تلك الأحوال طموح، بس يمكن أول ما تبتدي تتعرف عليه هيبان ان هو طموح. طيب بقول لك انت محاط بلطف وتدابير وحكمة ربنا، وبرضو الرسالة دي زي مجموعة رقم واحد ليه هو. ما تخليش الماضي يعوقك، قول له الرسالة دي، ما تخليش الماضي يعوقك لو انتوا في كلام ما بينك وما بينه. طيب اشوف برضو دول عشان نكمل بقية ال في شغف من الشخص ده عليك، يبقى الشخص ده برضو للطاقة اللي الناس قلت لهم عارفهم، ففي شغف عليك جدا. ممكن يكون الشخص ده لو انت عارفه يكون الشخص ده عنده اولاد، في زواج وعنده اولاد، ودي عائق كبير عشان كده هو بيتجسس عليك في السر. وممكن يكون مطلق وعنده اولاد وهو بيتجسس عليك برضو في السر، فده عائق يعني ممكن. طيب هنا برضو بيقولك ان ممكن يكون العائق حاجة في شغله، او شغله هو اللي بيخليه في حالة من التوتر وحالة من الاضطراب. سوري. التردد، لاني قلت لك برضو في التقى منكم الشخص ده شغله بيعرضه للخطر، فممكن يكون هو مش ضامن نفسه كويس، او مش ضامن ان هو يخش علاقة ويبقى موجود فيها لان حياته في خطر. يعني فاهمني من الاشخاص ان ممكن يكون حياته في خطر، وممكن يكون هو بيفكر في الكلام ده، فعشان كده ممكن يكون جايلك ده. بس عامة الشخص ده في جميع الاحوال عنده شغف عليك عالي. طيب الرسالة دي ممكن تكون ليك، بيقولك لا تضع الكبرياء يقف في طريقك، يعني ما تخليش الكبرياء يقف في طريقك، او ما تخليهوش. ممكن تكون انت عندك كبرياء عالي جدا جدا وانت عارف الشخص ده، بس انت مش عاوز تتكلم معاه، او يمكن فاهم ان الشخص ده مش معجب بيك. ممكن يكون برضه هو كمان عنده كبرياء و الموضوع ما بينكم فيه ركود، لان في حد فيكم عنده كبرياء، دي حاجة موجودة، فما تخليش الكبرياء يقف في طريقك. طيب كده ممكن يكون الشخص ده من برج الاسد، لا تدع الكبرياء يقف في طريقك. خش بقى على القراءة مجموعة رقم 3 والأخيرة. أول حاجة زي برضو المجاميع اللي فاتت، نبتدي بشكله. شكله ايه الشخص ده؟ وعملوا المستوى المادي.
طيب نبتدي. طيب هو عامة في ده في طاقات كتير قوي هنا في القراءة دي. في الطاقة منكم الشخص ده لما تشوفه تحس ان وشه مبهج، في ابتسامة كده دايما. وفي طاقة منكم الشخص ده لما بتبص عليه بتحس بالعقل وبالنضج، وبتحس ان هو سنه اكبر من سن من شكله اكبر من سنه. في لطاقة تانية الشخص ده لما بتبص عليه بتحس ان هو قوي، ملامحه قوية، ملامحه حادة. طيب لو بنت فهي طبعا ملامحها قوية، ملامحها حادة، يعني أمورة، وشعرها ممكن يكون ملون مش أسود، يعني ممكن يكون بني أو أصفر أو حاجة من الألوان، يعني مش أسود. تمام. لو راجل فممكن يكون الشخص ده عنده لحية وعنده عضلات، جسمه مش رفيع، متوسط ليه مليان شوية أو تخين شوية. لو بنت فالبنت دي رفيعة مش تخينة خالص، لكن لو ولد ممكن يكون تخين من متوسط لتخين وعنده عضلات. انا برضو شايفة ان البنت رفيعة وشعرها مش اسود. الولد شعره اسود او ممكن يكون اسود وفيه شعر ابيض، ممكن يكون كمان سنه كبير يعني فوق 35 سنة مثلا. دي الطاقة منكم. وفي طبعا لطاقة تانية الشخص ده من اول 30 او من اول 28، يعني مش اصغر من كده. في طاقة منكم الشخص ده صغير، وفي طاقة منكم لا الشخص ده اكبر من 35 سنة. عيونه حلوة جدا 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 وجذابة جدا. ممكن يكون الشخص ده توأم شعلتك، احنا لسه هنكمل ونشوف، بس ممكن يكون توأم شعلتك. لونه ممكن يبقى ابيض ليه قمحي. تمام. طيب شغله ايه الشخص ده؟ ممكن يكون الشخص ده في سفر او دكتور، يا في سفر يا دكتور، يا دكتور بيطري كمان. ممكن يكون دكتور علاقات او دكتور نفسية، دكتور نفسية نفسي يعني. ممكن يكون شغله ليه علاقة بالبحر، او ممكن يكون شغله ليه علاقة بالغموض شوية، يبقى غامض. بس شغله فيه طاقة منكم، شغله ناس كتير بتتمناه، يعني المجال اللي هو فيه او المكانة اللي هو فيها فيه ناس كتير بتتمنى هذا المكانة، هذه المكانة. ممكن يكون زي ما قلت لكم في الاول في سفر، او ليه علاقة بالاحتفالات. ممكن كمان يكون مصمم اي حاجة، بقى مصمم اي حاجة، يعني مصمم ازياء، مصمم ديكور، مصمم اي حاجة، بس هو اللي بيختار، يعني شغلته انه بيقعد يختار حاجات ويعملها مع بعض او ينسق حاجات مع بعض. طيب عندي هنا ابراج ايه؟ عندي برج الجدي والحوت والدلو والسرطان والحمل والقوس والأسد. طيب ده بالنسبة لشغله وشكله. نشوف بقى طاقته في الفترة الحالية ومواصفاته الشخصية أو طباعه. طاقته الحالية و كده نشوف مواصفات الشخص ده ايه.
طاقته الحالية، في طاقة دعاء، عاوز حاجة من ربنا، بيدعي جدا بيها دلوقتي. او يمكن يكون بيدعي بعلاقة، بيدعي ان هو يكون في علاقة مستقرة وعلاقة منسجمة. طيب وبيراقبك يعني اكيد انت. كمان يمكن بيدعي بعلاقة مستقرة ومنسجمة، وعلاقة على أرض الواقع، مش علاقة كده وخلاص، يعني علاقة علاقة رسمية. هو في طاقة استشفاء، لو كان في حاجة مضايقاه، أو لو كان مثلا مر بعلاقة سابقة أو مر بأي حاجة، فهو دلوقتي في طاقة استشفاء كويس الحمد لله. بيدعي ربنا بعلاقة مستقرة، علاقة ثابتة، علاقة رسمية. بيدعي يلاقي نصفه الآخر، أو بيدعي إنه يكون مع نصفه الآخر، لأن الشخص ده بيراقبك. طيب من هنشوف دلوقتي برضو هيقرب ولا لأ ونتأكد. طيب بس نشوف الأول صفاته. هو متهور بعد شيء الشخص ده، بيركز على أهدافه كويس جدا. ممكن يكون عنده شبكة علاقات كتير، ويعرف ناس كتير، يعني شخص يمكن يكون بيحب الناس حواليه، او ما بيحبش ان هو يكون لوحده، بيحب الجو الاسري، بيحب البيت وبيحب الاطفال جدا، بيحب السعادة في الحياة عامة. وبرضه هنا من صفاته ان شخص بيدعي ربنا كتير، يعني هو في طاقته بيدعي ربنا، من صفاته اصلا ان هو شخص بيدعي ربنا. يمكن يكون الشخص ده برضه من صفاته ان هو بيحب كده يكون عند الشخص اللي بيحبه حاجة مختلفة، لان هو شخص مختلف، حتى في تعامله مع الناس هو مختلف. بيحب يكون كل حاجة ليه، مثلا حاجة بتاعته دي بتاعته بس، ما حدش تاني شاركه فيها، ليه طقوس كده وليه حاجات معينة بيحب ان هو يبقى فيها. تمام. هو شخص متهور بعد الشيء، طموح جدا جدا جدا، زي ما قلت لك هو بيأمل في استقرار علاقة، وهو شخص أساسا من الأشخاص اللي بتمشي بعاداتها وتقاليدها، ما بتعملش حاجة غلط. يعني الشخص ده الناس كمان بيروحوا يستشيروه في حياتهم، محل ثقة، وما بيعملش حاجة الناس تتكلم عليه بعد كده فيها، لا محبش حد يتكلم عليه بحاجة وحشة، فبيمشي صح دايما. يمكن عشان كده هو دلوقتي في طاقته بيدور على الحاجة الصح. طيب كمان هو، بس انا شايفاه هو دلوقتي في طاقة استشفاء، بس هو كان من شخصيته، او لما لو انت كنت اتعرفت عليه قبل كده، فالشخص ده يمكن حسيت ان هو ساجن نفسه في افكاره في الماضي، بس هو دلوقتي بقى في استشفاء. هو اساسا شخص يمكن متهور، يمكن شخص بيحب الناس، بيحب الاحتفالات، بيحب الاكشن في حياته، ولكن حصل له حاجه خلته فتره ما في حياته مسجون في افكاره، مش عارف يخرج منها. بس انا شايفه في طاقته الحاليه ان هو خرج من الحاجه دي، خرج خلاص ومبقاش. هو رحل عن علاقه، العلاقه دي تعبته، من بعدها هو بقى قوي. يمكن كمان يكون الشخص ده بيحب أصوله، بيحب أسرته جدا، بيحب مكان ميلاده. شخص مسيطر ومتحكم جدا 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 في حياته وفي قراراته. يمكن يكون بيصرف على أهله، أو هو اللي متحمل مسؤوليته سواء ماديا أو سواء عادي، يعني كده هو اللي شايل مسؤولية أهله. طيب اشوف لكم اكتر كمان، عشان انتوا بتزعلوا ان رقم 3 او مجموعة رقم 3 بتبقى قليلة، بس والله انا اللي بيطلع بتكلم فيه. شخص غامض بعض الشيء، غامض شوية، او يمكن في الاول بيكون غامض للناس، بعد كده بياخد عليهم. طيب ايه كمان عند الشخص ده؟ هو شخص عنده امل في الحياة، عنده امل في التغيير الايجابي في حياته، عنده افكار ابداعية، يعني مبدع. كمان بقول لك الناس بتيجي تاخد رأيه في حاجات، في الحاجات او في حياتها. بيحب الضحك جدا وبيحب الحب، يعني الشخص ده هو بيحب الحب، وكمان بيستمع لجسده وعقله الاتنين مع بعض، وروحه كمان، يعني جسده وعقله وروحه.
بيحب جدا الشخص اللي بيعبر له عن حبه او اللي بيهتم بيه، وهو عنده وعي جدا 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 باللي مر بيه في حياته. شخص بينتهز الفرص وعنده روح الشباب مهما كان سنه، يعني حتى لو هو كبير شوية فهو برضو عنده روح الشباب. طيب، الشخص ده بيعبر عن مشاعره بحرية. يمكن يكون لو الشخص ده في حياتك احنا لسه هنشوف، او انت تعرفه، ما كانش بيعبر عن حياته عن حبه بحرية او اعجابه بيك بحرية، لان هو كان ساجن نفسه زي ما قلت لك. بس انا شايفة تطور حلو ان هو بقى في استشفاء دلوقتي، بقى في طاقة استشفاء. طيب، في هنا ابراج ايه؟ في برج الحوت والاسد وبرج السور. برج الجوزاء وبرج العقرب وبرج القوس. طيب، نشوف بقى الشخص ده قديم ولا جديد، هل انت تعرفه ولا لأ. هل الشخص ده انتم تعرفوه ولا لأ؟ شخص جديد ولا شخص قديم؟ نصايح او رسائل ليك او ليه؟ طيب، هل الشخص ده انت تعرفه جديد ولا قديم؟ انت تعرفه وانت منجذب بيه برضه. الشخص اللي بيتجسس عليك وبيراقبك في السر، انت كمان بتتجسس عليه بتراقبه في السر ومعجب بيه. في ما بينكم تواصل روحي. فدام طلع الكارت ده مقدرش اقول ان الشخص ده جديد. كمان يمكن انت متردد في امره، مش عارف هل هو فعلا معجب بيك ولا لا، هل هو فعلا عاوزك وبيفكر فيك ولا لا. فالشخص ده انت عارفه. طيب، شوف النصايح. بيقول لك انت محتاج ان انت تعمل مديتيشن او تعمل في تعبان يمكن، او طاقتك تعبانه، فانت محتاج ان انت تعمل تأمل، تدعي ربنا تطلع الطاقة السلبية اللي جواك عشان الطاقة الإيجابية تجيلك. طيب، بيقول لك كمان ان دي نهاية سايكل، دي نهاية دورة في حياتك صعبة هتدي. وكمان بيقول لك اطلع للعالم بحقيقتك. لو انت مش بتطلع للعالم بحقيقتك، دي طبعا هي رسالة جاية للطاقة ليكم، فلازم اقولها. لو انت بتمثل على حد او بتمثل مثلا على الشخص ده ان انت حد غير شخصيتك، فانت لا، اطلع بشخصيتك، شخصيتك هي الحلوه. كمان بيقول لك اعمل على مخاوفك، الحاجات اللي انت خايف منها اعمل عليها، يعني اشتغل عليها. طيب، بيقول لك ان في شغف عليك من الشخص ده، وان في بص يعني دي زي دي بالظبط. بيقول لك هنا اعمل تأمل، اطلع من الطاقة دي. وهنا بيقول لك free yourself، حرر نفسك من الطاقة السلبية اللي انت فيها، مجموعة رقم 3، عشان الطاقة الإيجابية إن شاء الله جايلكم في الطريق. في شغف عليك، ممكن يكون الشخص ده اللي مش مقربه منك إن عنده أطفال. لو أنت عارف إن هو عنده أطفال، إن أنا شايف هنا في أطفال، دي طاقة منكم، أو أنت عندك أطفال، يعني في موضوع يخص الأطفال، اللي عندك عنده لطاقة منكم مش كلكم. بس النصيحة دي أو الرسالة دي كويسة جدا، بيقول لك getting to know each other، هيبقى في ما بينكم كلام، هيبقى في ما بينكم ان انت هتعرفه اكتر وهو هيعرفك اكتر، هيبقى في قرب اكتر. بس لازم تحرر نفسك وتطلع نفسك من الطاقة السلبية اللي انت فيها دي، او يمكن تطلع نفسك من طاقة التعلق بالشخص ده، لان انا شايفة ان انت معجب بيه وفي طاقة تردد دلوقتي ومش عارف راسك من رجلك، انت متعلق. فك نفسك من طاقة التعلق بهذا الشخص عشان الشخص ده يجيلك ويبتدي ان هو يفتح معاك
كلام، ابتدي ان هو يقول لك ويعبر لك عن اللي جواه، لان هو في طاقة ان هو عاوز ارتباط رسمي. طيب في هنا برج ايه؟ في برج الثور وبرج الحمل. كده احنا خلصنا قراءات النهاردة، يا رب تكون القراءات عجبتكم وانطبقت عليكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. لو عاوزين قراءة مدفوعة تواصلوا معايا على رقمي، رقم الواتساب بسيبلكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا ليكم يا حبايبي، باي باي.